سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته أعزائنا المشاهدين إنما كنتم أسعد الله مساءكم بكل خير طبتم وطابت أوقاتكم وأهلا بكم في نشرتنا الثالثة لهذا اليوم أستهلها كالمعتاد بسم الله الرحمن الرحيم وإليكم أهم العناوين. رئيس مجلس النواب يطلق ورشة عمل تدريبية للبرلمان حول موضوع السياسة العامة وتحليل ميزانية الدولة. تلكم كانت مقدمة النشرة وإليكم تفاصيلها من تلفزيون جيبوتي. تعد تعاونية الشباب الخريجين من الثانوية الصناعية والتجارية مجال البناء نموذجا ناجعا حيث أثبت الشباب قدرتهم وكفاءتهم في بناء مساكن اجتماعية في حي النصيب وذلك بعد أن تلقوا دورات تأهيلية. المزيد من التفاصيل تنضم إلينا في الاستديو الزميلة حواء محمد. إسفاني بك حواء. أهلا بك خضر. ما التفاصيل حول هذا الموضوع؟ كما أشرت في بداية هذه النشرة تعد التعاونية للشباب الخريجين من الثانوية الصناعية والتجارة مجال البناء نموذجا يحتدى به حيث أثبت الشباب قدرتهم وكفاءتهم في بناء مساكن اجتماعية في حي نصيب وذلك بعد أن تلقوا دورات تأهيلية في مجال بناء المساكن الاجتماعية. مؤسسة حق السكن لصالح المواطنين وقد حصل الشباب يوم أمس على مفاتيح هذه الوحدات السكنية المفروشة والمجهزة بالأثاث المنزلية من قبل رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي وتعد هذه الأثاث من الصناعة المحلية. هذا وأعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه لإنجاز هذه الوحدة السكنية مشيدا بروح التضامن والعمل المشترك للشباب كما من جانبهم تعهدوا الشباب بمواصلة هذا الدعم من التعاونية الشباب للخريجين الذين قاموا ببناء بناء الوحدات السكنية للمواطنين. في مقابلة له أشار فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي إلى الأهمية التي تكتسي هذه المساكن الجديدة الاجتماعية للحصول على الأهالي ذوي الدخل المحدود. أكد على أهمية التضامن الوطني للعمل الجماعي لتحقيق التنمية المستدامة وأشار أيضا أعتقد أن المواطنين بدأوا بالفعل أن يدركوا جيدا مدى الأهمية التي يكتسيها التضامن والعمل الجماعي وما زال الأمل يجدونه والمسألة تتعلق دوما بالتوعية ونحن بدونها بدورنا نقوم بما يلزم وعلى الوسائل الإعلام بدورهم أكبر فبدأوا العمل الجماعي لا يمكن تحقيقه والتقدم ويسعدني أن أرى هؤلاء الشباب هم يمارسون على الأرض ما تلقوا على الأرض الواقع والوزارة تدعمهم في الخطوات الأولى حتى يصلوا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي حيث يمكنهم بعد ذلك تحقيق طموحاتهم والحصول على المال وتكوين الأسرة. شكرا لك يا زميل حواء محمد يوسف على هذه التفاصيل المتعلقة بالتعاون يا شباب لخريجي الثانوية الصناعية والتجارية. شكرا لك. برئاسة رئيس مجلس النواب السيد محمد علي حمد أطلقت الجمعية الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي ورشة عمل تدريبية للبرلمانيين حول موضوع السياسة العامة وتحليل الميزانية الدولة وتحليل ميزانية الدولة وجرت هذه المناصرة بحضور ممثل البنك الدولي المقيم في جوتا السيد أتوساكا هذا وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرة البرلمانيين باستمرار على تحسين جودة البرلمانيين وتمكينهم لأداء مهامهم على أكمل وجه كما يهدف إلى تعزيز معرفة برلمانيين بشأن عملية الإعداد والتبني والتنفيذ وتحليل ميزانية الدولة وبناء قدرة البرلمانيين على تقنيات تحليل وثائق الميزانية. وستستمر هذه الورشة على مدى 3 أيام لمناقشة المواضيع المتعلقة بالإطار القانوني والهيكلي لصياغة قانون المالية بالإضافة إلى تنفيذ ومراقبة الميزانية
وفي كلمة ألقاها في هذه المناسبة صرح رئيس البرلمان بأنه يجب على الجمعية الوطنية من خلال عمل أعضائه الشرفاء أن تكون مختصة وفعالة في قيم في فهم السياسات العامة ومراقبتها في تحليل ميزانية الدولة. وأضاف قوله أن الجمعية تسعى لتحقيق الكفاءة والإدارة السليمة للأموال العامة، كما يعد برلمان عنصرا مركزيا في بناء ثقة المواطنين بمؤسساتهم السياسية. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس البرلمان قدم الشكر والامتنان لممثل البنك الدولي المقيم في جيبوتي سيدة توسيك، وكذلك مجموعة البنك الدولي التي قدمت الدعم التقني والبشري والمالي من بغية التحسين تحسين هيئة البرلمان إلى حد كبير. وأشار إلى أن هذه الدورة تعد من أولويات وصميم العمل البرلماني ولها أهمية خاصة في عمل المؤسسة البرلمانية، كما يهدف هذا الاجتماع إلى توضيح سياسات والتصويت على القوانين المالية الأولية وتعديلها وحسابات نهاية العام. وأيضا تتم عملية إدارة الشؤون العام بشفافية تامة وامتثال لقوانين والنصوص الأخرى النافذة. أشار معالي وزير الصحة دكتور جامع المعوكي لأن دائرته الوزارية رصدت منذ منتصف شهر مايو المنصرم حالات إصابة بالإسهال المائي، داعيا للمواطنين إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي هذا الوباء. فلنتابع. voudrait informer à toute la population. وقف الوزير قائلا نعلن الشعب الجيبوتي كما جرت العادة وطبقا للتوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية، نعلنهم بأننا قد رصدنا منذ 15 من شهر مايو الماضي حالات إصابة بالإسهال المائي، ولا سيما في منطقة يوبكي وعنا والقعسل وتجورا وبخا، وإن هذا المرض انتقل إلى بلادنا عن طريق الأشخاص الذين يأتون من البلدان المجاورة. لذلك على الشعب اتخاذ الحيطة والحذر في حال استقبال هؤلاء الأشخاص. كذلك من التدابير الوقائية قصر الفواكه والخضروات جيدا، والإقلاق بإحكام عينية المياه، والاهتمام بشكل عام بالنظافة سواء في الداخل وخارج المنازل. وإن وزارة الصحة لن تقصر في تادية المهام المنوطة بها، وقد تلقينا الدعم والمساندة من رئيس الجمهورية والحكومة، وقمنا في هذا السدد بتوفير ما يلزم من الأدوية، والمطلوب من المواطنين مواكبة هذه الجهود. وقد أعلننا من جانبنا حالة الإنذار القصوى في مختلف المستشفيات والمرافق الصحية. توجه وفد رفيع المستوى من حزب التجمع الشعبي للتقدم بقيادة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق رسمي باسم الحكومة السيد محمود علي يوسف ووزيرة المرأة والأسرة السيدة مؤمنة أحمد حسن وبرفقة البرلمانيين، توجهوا إلى منطقة تجورة لأجل توزيع كسوة العيد للأطفال الفقراء والأيتام. ولدى وصول الوفد الوزاري إلى منطقة تجورة استقبل بحفاوة بالغة من قبل رئيس فرع الحزب الكائن في تجورة والسلطات الإقليمية، بمن في ذلك رئيس المجلس الإقليمي السيد عمر حسين ووالي المنطقة بالإنابة السيد حبيب الجيلاني. وتم توزيع الهبة على أطفال من العائلات الفقيرة، كما تتزامن هذه المناسبة في شهر رمضان المبارك. بمناسبة عيد الفطر المبارك شهد فرع حزب التجمع الشعبي لأجل التقدم في حي بكادوس مناسبة مكرسة لتوزيع كسوة العيد لصالح 150 يتيم ويتيمة. وشارك في هذه المناسبة أعضاء الحكومة أو أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب مثل السيد جوهر حمدو وسيد جامع دبر، إضافة إلى أعضاء الحكومة وبرلمانيين وممثلي فرع بكادوس للحزب. ولدى وصول الوفد حظي باستقبال حار وحفاوة بالغة من قبل سكان هذا الحي. وتأتي هذه المناسبة في إطار الأنشطة التي يقوم بها حزب التجمع الشعبي للتقدم في شهر رمضان الفضيل في العاصمة والمناطق الداخلية. وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف يرعى حفل توزيع الدفعة الأولى من كفالة الأيتام لعام 2018. رعى معالي وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد مؤمن حسن بري اليوم الأربعاء في القاعة الكبرى بقصر الشعب حفلا مكرسا لتوزيع الدفعة الأولى من كفالة الأيتام لعام 2018 والذي أقامه ديوان الزكاة. وجرت مراسم الحفل بحضور وزير التعليم العالي والبحث الدكتور نبيل محمد أحمد ووزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية السيد يونس علي جيدي، بالإضافة إلى رئيس السوجيك لاستيراد القطع السيد عبد الرحمن سيبر خلّي ممثلا لكبار الكافلين ومدير عام مؤسسة ديوان الزكاة التابعة السيد سليمان حسين موسى. كما شارك في المناسبة كبار مسؤولي وزارة الشؤون الإسلامية وفي مقدمتهم الأمين العام السيد محمد أحمد سلطان، بالإضافة إلى ممثلين للمؤسسات العسكرية ولا سيما القوات المسلحة الجيبوتية والدرك الوطني ومئات الأيتام والذويين. وخلال هذه المناسبة تم توزيع المستحقات الزكاة. وتأتي هذه الخطوة بعد يوم فقط من توزيع هذه المستحقات على الأيتام المسجلين لدى الديوان القاطنين في بلدية بلبلة. وفي خطاب ألقاه في هذه المناسبة أعرب معالي وزير الشؤون الإسلامية وثقافة الأوقاف عن بالغ سروره لرعاية حفل توزيع الدفعة الأولى من كفالة الأيتام لعام 2018. فلنتابع. الله وتوفيقه.
فقد أصبح برنامج كفالة اليتيم من أهم البرامج التي يرعاها ديوان الزكاة منذ انطلاقته وتأسيسه على يد فخامة الرئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي. وبفضل دعمكم المتواصل والدائم وحبكم للخير والعمل الصالح، فقد توسع مشروع كفالة اليتيم وارتفع العدد لأكثر من 15% مقارنة بعدد المكفولين في العام الماضي. أيها الإخوة والأخوات، لقد أصبح ديوان الزكاة مؤسسة وطنية رائدة كما أرادها فخامة الرئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي، تهتم بإحياء فريضة الزكاة وتوزيع عائداتها على الفئات المستحقة لها، وترعى الأيتام، وتسعى لإنشاء مشاريع استثمارية ذات طابع اجتماعي. وقد أصبحت لديوان الزكاة الخبرة التراكمية في إدارة مشروع الكفالة ورعاية الأيتام، ونطمح لأن يرتفع هذا العدد المكفول من اليتامى في الفترة القادمة إن شاء الله. ومن هذا المنطلق نقوم بلقاءات توعوية واجتماعات مع الجهات الرسمية والأهلية من مختلف الشرائع، وذلك بهدف رسم رؤية واضحة وطموحة للمساهمة في توفير كفالات لليتامى الجدد والحاق من بلغ منهم سن الدراسة بالتعليم النظامي والاهتمام بتنمية قدراتهم. في إطار مكافحة البضائع المهربة، قامت عناصر الجمارك بالتعاون مع الدرك الوطني بعملية تمشيد واسعة النطاق للعثور على البضائع المهربة. هذا وخلال هذه العملية قامت عناصر الجمارك بإلقاء القبض على العديد من كراتين السجائر من نوع بيصل ومنتجات للتجميل وكميات كبيرة من الكحول، إضافة إلى قطع سيارات وصفائح من الوقود. هذا وقامت عناصر الجمارك بجولة تفتيشية في مجمل الدكاكين الكائنة في العاصمة. هذا وأشاد مدير العام للجمارك السيد جوليد أحمد بالجهود التي بذلتها الجمارك في هذه العملية الواسعة النطاق التي تم إلقاء القبض فيها كميات كبيرة من السجائر في الدكاكين الواقعة في العاصمة. كما شملت هذه العمليات التفتيشية مجمل المحلات البيع في العاصمة، كما ألقي قبض كميات كبيرة من الكحول. برئاسة السيدة فاطمة زهرة سعيد إسماعيل الأمينة العام للأمانة الدائمة تتواصل أعمال اجتماع لجنة الوطنية المستقلة لمكافحة الفساد لليوم الثاني على التوالي مع لجنة الخبراء المعنيين والذين تم تعيينهم لمتابعة وتطبيق معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعروف باختصار بمعاهدة مريدة. هذا وقد تم تبني هذه المعاهدة في عام 2003 في المكسيك، وصادقت عليها أكثر من 140 دولة من جميع أنحاء العالم، وتعد هذه المعاهدة إطارا عالميا لمكافحة الفساد. وقد انضمت جمهورية جيبوتي طوعيا إلى هذه المعاهدة عام 2005، وسيستمر هذا الاجتماع لمدة يومين يقوم الخبراء من خلالهما التصديق على نتائج التقييم الذاتي لهذه المعاهدة بغية المشاركة بشكل فعال في الجهود الدولي لمكافحة الفساد. أقام الاتحاد العام للمثقفين الجوتين في فندق شيراتون لقاء تعارفيا ضم أعضاء الاتحاد والمجتمع المدني، وجلت هذه المناسبة بحضور رئيس الاتحاد العام للمثقفين الجوتين السيد أحمد محمد إبراهيم، وسفير دولة فلسطين وعميد سلك دبلوماسي في جوتا السيد كامل غزاز، وعمدة مدينة جوتا السيدة فاطمة عوال عثمان، ومدير دائرة العربية بوزارة الخارجية السيد محمد دعالي، إضافة إلى أعضاء اللجنة التنفيذية والمجتمع المدني. وتندرج هذه المناسبة في إطار تعزيز أواصر التعاون بين المؤسسات الدولة واتحادات المجتمع المدني والهيئات الدبلوماسية، بالإضافة إلى رموز من أرباب الفكر الثقافي في جوتي. وعكس هذا اللقاء إلى مشاركة الاتحاد العام للمثقفين الجوتيين في جهود المبذولة من قبل الدولة في تحقيق رؤية 2035، والتي تدفع من إرادة صادقة ورؤية ثاقبة لفخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي. أقامت شركة صينية تعمل في ناحية الدميرجوك حفلا لتوزيع معان غذائية لصالح العائلات الضعيفة القاطنة في ناحية الدميرجوك، وتحديدا في حي الشيخ فارح. وجرى حفل التوزيع بحضور مدير عام للشركة الصينية ومساعد حاكم إقليم عرتا في دميرجوك. هذا وقد استفاد من هذه المعان الغذائية 600 عائلة قاطنة من حي الشيخ فارح. وتندرج هذه المناسبة في إطار تعزيز التعاون والاتصالات بين البلدين. نظمت حاكمية دخل مناسبة توزيع سلات غذائية لصالح الأسر القاطنة في نواحي مولود ودادهالو، وذلك بحضور سلطات المنطقة والمنتخبين. وتندرج هذه المناسبة في إطار تضامن الاجتماعي للعائلات الأكثر احتياجا والبسيطة القاطنة في كل من منطقة
النواحي التابعة لمنطقة الدخل، هذه وتتكون هذه المنة الغذائية من الأرز والدقيق والزيت، وقد استفاد منها 580 عائلة العرب المستفيدات عن شكرهم للمانحين لهذه الهبة. أقيم في منطقة علي الصبيح مسيرة دينية لعرض المدائح النبوية من قبل الشيخ عمر آدن دوكسيه، وتخللت هذه المناسبة بعرض القصائد النبوية، وشارك في هذه الأمسية المجتمع المدني القاطن في هذه المنطقة برعاية حاكمية عرتا. نظمت جمعية شباب عرتا أمسية دينية تخللت القصائد والأشعار الدينية، وذلك لتعزيز التلاحم الاجتماعي بين الأهالي في شهر رمضان الفضيل. وشارك في هذه المناسبة الدينية عقال وأعيان المنطقة والآباء والسلطات المدنية أو العسكرية في المنطقة، كما حاضر أيضا منطقة عرتا والي منطقة عرتا السيد عبد الله دار عكي والعديد من مسؤولي الحاكمية. واستمرت هذه الفعالية الدينية حتى منتصف الليلة. يرجع يا رب قام الله دار يا رب. برعاية أمين الدولة للشباب والرياضة، نظم الاتحاد الجيبوتي للعبة الداكيتو ريو مساء أمس في ملعب حسن جوليد حفل تسليم الكؤوس للفائزين في مسابقة رمضان. وشارك في هذه المناسبة إلى جانب أعضاء الاتحاد مدير ملعب حسن جوليد ونائبه، إضافة إلى أولياء أمور اللاعبين. هذا وأعرب رئيس الاتحاد لهذه اللعبة سيد داود علي لحسن أعرب عن شكري لحسن سير هذه المنافسات والمشاركة في حفل تسليم الكؤوس للفائزين الأوائل في هذه البطولة، كما سلط الضوء على تاريخ هذه اللعبة التي أسسها سيد سنسي لعيتة محمد والتي جذبت الكثير من الشباب في ممارسة هذه اللعبة، معربا في الوقت ذاته عن شكره وامتنانه لمجمل الشخصيات التي ساهمت في إنجاح هذه المناصرة، وعلى رأس مدير ملعب حسن جوليد ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية وأمين الدولة للشباب والرياضة لدعمه لا محدود لترقية هذه اللعبة. من الساحة الوطنية إلى الساحة الدولية، حيث ينضم إلينا في الاستوديو الزميل مجدي المقبل. أهلا بك مجدي. أهلا، حياك الله خضر. ما الذي استجد في الساحة الدولية ولا سيما في القارة السمراء قارة إفريقية في زيمبابوي والكاميرون؟ نعم، نبدأ أولا بالكاميرون، حيث نددت منظمة العفو الدولية في تقرير بمقتل عشرات المشتبه بانتمائهم إلى حركة بوكو حرام الجهادية بعد أن أوقفوا سرا في مراكز اعتقال في الكاميرون وتعرضوا للتعذيب من قبل الشرطة. والتقت المنظمة غير الحكومية 100 شخصا، وأكدوا أنهم اعتقلوا سرا وتعرضوا للتعذيب من قبل كتيبة التدخل السريع. نعم. والآن ننتقل إلى ليس بعيد عن الكاميرون وتحديدا إلى زيمبابوي. نعم، حيث قال رئيس اللجنة الزيمبابوية إن رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي لن ينفل أمام لجنة البرلمانية للتعدين والطاقة تبحث في 15 مليار دولار في عمليات النهب والفقدان الإيرادات. وكان من المقرر أن يمثل موغابي أمام اللجنة بعد أن أخبر وسائل الإعلام الرسمية في عام 2016 خلال مقابلة بمناسبة عيد ميلاده إن زيمبابوي قد خسرت أكثر من 15 مليار دولار من عائدات عصابات الفساد. ووفقا لصحيفة هيرارد المملوكة للدولة، فقد منحت اللجنة الرجل البالغ من العمر 94 عاما إنذارا نهائيا لحضور جلسة يوم الاثنين بعد رفض مرتين المثولة أمام اللجنة. شكرا لك زميل مجدي المقبل على التفاصيل المتعلقة بالأخبار الدولية. شكرا لك. شكرا. إلى هنا أعزائي المشاهدين تنتهي نشرتنا الإخبارية، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.